دينار موجودة بالممر الثاني. توفر عندنا هذه السيت المجرات، يتكون من 4 قطع، سعر السيت 4000 ممر الثاني. وأيضا هذه الشكل الثاني يتكون من 3 قطع، سعر السيت 3000 دينار، كلها جوات تلقونها بممر الثاني. توفرت لدينا حافظة كلينكس، سعر القطعة 3000، أكريليك، كلها جمال تلقونها بممر الثاني. توفرت عندنا حافظة كلينكس بهذه التزاين، سعر القطعة 1000 دينار، ممر الثاني. تعالوا شوفوا لجمال هذه القطعة، كلها جمال، سعر 1000 دينار، وأيضا بها ألوان، وهذه ألوانها تلقونها بممر الثاني. توفرت عندنا زاوية حمام بهذه الأشكال، سعر القطعة 8000 دينار، كلها جمال تلقونها بممر الثاني. وأيضا توفرت عندنا هذه الجلاسات الستيل، سعر القطعة 2000 دينار، ممر الرابع. توفرت عندنا هذه القواري، الحجم الكبير السعر 6، والحجم الصغير 3.5، الممر الرابع. توفر عندنا هذا السيت الشكردان، السعر السيت 9000 دينار، الممر الخامس. توفرت عندنا هذه النفاضات بهذه الأشكال، سعر القطعة 2500، كل هالجمال تلقونها بممر السادس. توفرت لدينا مبخرة بهذه الشكل الجميل، السعر القطعة 6000 دينار، الممر السادس. توفر لدينا هذه القوري بهذه الشكل، وتوفرت بهذه الألوان الفضي والذهبي، السعر القطعة 10000 دينار، كل هالجمال تلقونها بممر السابع. توفرت عندنا هذه النفاضات الزجاج، سعر القطعة 1000 دينار، كل هالجمال تلقونها بممر الثامن. شايفين هالمسحريات اللي تجنن؟ تعرفون ايش قد سعرها؟ سعرها 2500، كل هالجمال تلقونها بممر الثامن. توفرت عندنا هذه الجناط الجميلة اللي كل سعر القطعة 10000، موجودة بالممر التاسع، وهذه ألوانها. عيني طلابي الحلوين، وفرتوا أشياء للمدرسة، وبعد هذه الرحلة جبت لكم درستون عليها، السعر القطعة 4500 في مدخل المجمع. توفر عندنا هذا سيت الجلاسات، تتكون من 6 قطع، السعر السيت 2500. شوفوا لي جمال هذا السيت، يتكون من 6 قطع، السعر السيت 3000 دينار. توفرت لدينا أكواب شاي، سعر السيت 2000 دينار، يتكون 6 قطع. طلابنا الحلوين، توفرت هذه المحفظة، السعر القطعة 3000 دينار. طالبات الحلوات، جبت لكم حافظة ألوان، سعر القطعة 2000 دينار. وين هو المقبلين على مدرسة؟ جبت لكم أشياء تجنن وجدا واو، هذه الأحرف، السعر 2500. وأيضا وفرنا طلابنا سبورة مع هندسة، السعر القطعة 1500. يا بكرة سنتر حي أورندل لكم طلابنا الحلوين، تعرفون السيت بيش؟ السعر السيت 1000 دينار. توفر عندنا حبايبي هذه الدفاترة أم السين اللي تكون 100 ورقة، هذا الدفتر من الداخل، سعر القطعة 2000 دينار، وهذه ألوانه الأصفر والأخضر والبرتقالي. وين اللي يحبون التلوين؟ جبت لكم أحلى دفتر تلوين، كل هالجمال سعر 1000 دينار، وتوفر بهذه الأشكال. توفر عندنا هذا الدفتر أبو 200 ورقة، يكون سعر القطعة 1500، موجود بقسم القرطاسية، هذا شكل الدفتر من الداخل، وهذه ألوانه، طبعا متوفر بأشكال مختلفة. توفرت عندنا هذه الدفاتر اللي يكون غلافها جلاتيني، أبو 200 ورقة، سعر القطعة 2500، وهذه ألوانه. توفرت لدينا سلة مهملات بهذه الألوان، سعر القطعة 3500، كل هالجمال تلقونها بممر الثالث. توفرت لدينا هذه المطاريات، سعر القطعة 2000 دينار. توفر لدينا هذه السيت الشكردان بهالتزاين، سعر السيت 10000 دينار. توفرت أيضا عندنا هذه بطانية الأطفال اللي تكون حفر، سعر القطعة 10000، موجودة بالطابق الثاني.
وبألوان مختلفة. توفرت عندنا هذه الحصيرة اللي تكون للأطفال إسفنجية مقاومة للماء، قياساتها 195 × 140، هذا شكلها من الداخل وموجودة بالطابق الثاني. توفر عندنا هذا المداس اللي يكون متكون من 3 قطع، سعرهم 5000، موجود بألوان مختلفة وموجود بالطابق الثاني. أيضا توفر عندنا هذا الشكل الثاني من المداسات، متكون من 3 قطع، سعره 6000، موجود بالطابق الثاني بألوان مختلفة. أيضا هذا الشكل الثالث اللي توفر من المداسات، تكون قماشته بهذا الشكل مقاوم للماء، قطعتين يكون، السعر 8000 وموجود بالطابق الثاني ومتوفر بألوان هواية. شوفوا لجمال هذه السلة، سلة توزيع أو سلة نزهة، السعر القطعة 2000 دينار. توفرت لدينا سلة ألعاب أو سلة ملابس بهذه الشكل وهذه الألوان، سعر القطعة 4000 دينار. طبعا سنتر حيقول وفر لكم أشكال العروض، سعر الصينية 10000 دينار، كل هالجمال 10000 دينار. توفرت عندنا هذه السلات الحديد، السعر القطعة 10000 دينار، بهذه الألوان، كل هالجمال تلقونها ممر الخامس. توفرت أيضا عندنا هذه حافظة الكلينكس اللي تكون بهذا الشكل، سعر القطعة 1000 دينار وموجودة بالطابق الأول الممر الثاني، وهذه ألوانها. تعالي شوفوا سنتر حيقول جاب لكم ملح، يكون سعر القطعة 2.5 بس، توفرت بهذه الأشكال والألوان. أيضا توفر عندنا هذا السيت الصواني، متكون من 3 قطع، يكون سعره 45000 بس، يكون بهذا الديزاين. أيضا توفرت عندنا هذه صواني التقديم، يكون سعر القطعة 12000 بس. وأيضا توفر عندنا هذا الشكل من الشكردان، يكون سعرها 4000 بس. توفر عندنا هذا الشكل من حافظة البهاير اللي تكون خشبية، يكون سعرها 18000 بس. أيضا توفر عندنا هذه الصواني اللي تكون 3 قطع، سعرها 45000، يكون أطارها ذهبي وتوفرت أيضا بهذا الشكل، هذا الشكل اللي يكون بيضوي وهذا الشكل اللي يكون دائري. توفر أيضا عندنا هذا التيبلام، يكون سعر القطعة الواحدة 8000 بس، بهذه الألوان والأشكال. وتوفر عندنا هذا الهاون اللي يكون سعره 6000 بس. أيضا توفرت عندنا هذه التختة الخشبية بهذا الحجم اللي يكون سعرها 5000 بس. أيضا توفر عندنا هذا القوري اللي يكون سعره 20000 بس. توفر عندنا هذه الدلة مالت القهوة، يكون سعرها 5000، موجودة بهذا الشكل والحجم. أيضا توفر عندنا هذا القوري اللي يكون بايركس زجاجي بهذا الشكل والحجم، سعره 9000، موجودة هذه الأشكال من التحفيات اللي يكون سعر القطعة 8000 بس. أيضا توفر عندنا هذا سيت الحافظات اللي يكون متكون من 3 قطع، السعر 5000، متوفر بهذه الألوان. توفرت عندنا هذه المبراشة، تكون بهذا الديزاين، سعرها 2.5 بس. توفر عندنا هذا قالب الكيك، يكون سعره 3000 بهذا الديزاين.
ايضا توفر عندنا هذا السيت يكون متكامل خشبي سعره 20,000 موجود بالممر الثالث. صارت لدينا سلة بهذه الشكل سعر 8,000 دينار الممر الرابع. وأيضا حبايبي توفرت عندنا هذه المبراشة بهذه الشكل السعر 2,500 ممر الثالث. وأيضا توفر عندنا قوالب كب كيك أيضا سعر 1,000 دينار فقط ممر الرابع. وأيضا توفرت عندنا هذه المطاريات بهذه التزاين بسعر 2,500 في مدخل المجمع. وأيضا توفرت عندنا هذه المطاريات بهذه الألوان بسعر 2,500. توفرت لدينا صينية خشبية السعر 10,000 دينار الممر الرابع. وأيضا توفر لدينا قوري زجاجي بايركس بهذه التزاين سعر 9,000 دينار الممر السابع. توفرت لدينا حافظات بلاستيك يتكون من 3 قطع السعر 9,000 دينار ممر الثالث. توفر لدينا هذه الدركات بعدة أشكال هذا السعر 3,000 دينار. وأيضا هذا السعر 2,500 الممر الرابع. وأيضا هذه السندانة الجميلة سعر 3,000 دينار الممر الثامن. توفرت لدينا هذه المبخرة فحم بسعر 10,000 دينار الممر السادس. توفرت لدينا مقدمة تكليت السعر 10,000 دينار الممر السادس. وأيضا توفر عندنا هذه الدوارق بسعر 1,500 فقط